اليوم موضوع تاع الفلسفه، ادب فلسفه. الموضوع الاول بالنسبه للموضوع الاول كان ماهوش مترشح، بصح بالنسبه للموضوع الثاني كان مترشح بنسبه كبيره، اللي هو انظمه اقتصاديه. عطاونا ندافعوا على النظام الراسمالي، والحمد لله يا ربي كان الموضوع في متناول الجميع، والحمد لله يا ربي خدمنا. الموضوع في متناول الجميع، يعني الموضوع الزاوج يتحدث عن الاقتصاد الأمثل، عن الاقتصاد الحر، هل هو الاقتصاد الأمثل أم لا؟ كان هناك جدل واستقصاء وسحر النص. على ما أظن كان الاستقصاء هو أسهل المواضيع. الموضوع العلوم كان سهل، سيرتو الموضوع الأول كان في متناول الجميع، داروا لنا دروس اللي رانا عارفينهم، شغل تمارين ثانية سهلة. المتوسط يقدر يخدم فيه، ما كانش واعر بزاف، سيرتو الموضوع الأول كان فيه أسئلة سهلين، جاء اتصال العصبي، انزيمات، بروتينات. الموضوع الزاوج كان شويه صعيب. الموضوع الاول كان سهل مقارنه بالموضوع الثاني، كان فيه يعني صعوبه. والايام فلفه اللي فاتوا كانوا المواضيع في القمه سهلين، يعني نجموا نجاوبوا عليهم. ان شاء الله ثاني المواضيع اللي يكونوا جايين يكونوا كما اللي فاتوا.